يوم استثنائي في تاريخ فرنسا الحديث، غدت فيه باريس عاصمة للعالم وفقا لوصف الرئيس أولاند. مسيرة للوحدة الوطنية تحولت إلى أكبر تجمع لزعماء ورؤساء حكومات العالم خلال هذا العام، جاءوا ليعلنوا دعمهم لفرنسا في معركتها من أجل ضمان الأمن. نرغب في الإعلان عن تضامننا مع فرنسا ومع عائلات الضحايا. نحن هنا للإعلان أيضا عن عزمنا وتضامننا لمحاربة الإرهاب. نحن موحدون اليوم ومصممون، وأوروبا موحدة وقوية وعازمة على توحيد جهودها لوضع حد للظاهرة. غير بعيد الكلمة للشعب. مئات آلاف الفرنسيين بدوا على قلب رجل واحد، يهتفون جميعهم ضد العنف والتطرف، ويعلنون أن العمليات التي شهدتها بلادهم لم تنل من عزمهم. يجب ألا نخاف، إذا أصابنا الخوف فهذا يعني أنهم انتصروا، لذلك نقول إننا غير خائفين ومن أجل ذلك نحن هنا. جمعت المسيرة كل أطياف المجتمع الفرنسي. المسلمون الذين يواجهون نظرات التشكيك والاتهام من قبل البعض حضروا بقوة، ومن جديد أكدوا موقفهم. البعض لا يميز بين المسلمين وبين ما حدث. المسلمون الذين يعيشون في فرنسا لا علاقة لهم بما حدث، ويجب التمييز جيدا على هذا المستوى. نحن مسلمون ونحترم كل الأديان، ولا علاقة لنا بما وقع. يقول الشعار الرسمي للمسيرة أنا شارلي، في إشارة إلى المجلة التي استهدفت، لكن ثمة شعارات أخرى مختلفة. هنا أقلام من أجل الحرية، وهنا دعوة للتعايش في جمهورية تسع جميع أبنائها بمختلف أعراقهم وأديانهم. أعتبر أن المسلمين أيضا يتعرضون للهجوم مثلهم مثل اليهود، ونحن نمس بصورتهم بشكل أو بآخر، وهذه دعوة للتعايش بين الجميع. أرادتها فرنسا مسيرة تاريخية، وكذلك كان الرهان فيها مزدوج، رص الصف الداخلي شعبيا وسياسيا، وتوحيد أوروبا دبلوماسيا وأمنيا. لم يكن مفاجئا أن يردد كثيرون هنا أن ما بعد هذه المسيرة والأحداث لن يكون أبدا كما قبلها. محمد البقالي، الجزيرة. عزمنا وتضامننا لمحاربة الإرهاب. نحن موحدون اليوم ومصممون، وأوروبا موحدة وقوية وعازمة على توحيد جهودها لوضع حد للظاهرة. غير بعيد الكلمة للشعب. مئات آلاف الفرنسيين بدوا على قلب رجل واحد، يهتفون جميعهم ضد العنف والتطرف، ويعلنون أن العمليات التي شهدتها بلادهم لم تنل من عزمهم. يجب ألا نخاف، إذا أصابنا الخوف فهذا يعني أنهم انتصروا، لذلك نقول إننا غير خائفين ومن أجل ذلك نحن هنا. جمعت المسيرة كل أطياف المجتمع الفرنسي. المسلمون الذين يواجهون نظرات التشكيك والاتهام من قبل البعض حضروا بقوة، ومن جديد أكدوا موقفهم. البعض لا يميز بين المسلمين وبين ما حدث. المسلمون الذين يعيشون في فرنسا لا علاقة لهم بما حدث، ويجب التمييز جيدا على هذا المستوى. نحن مسلمون ونحترم كل الأديان، ولا علاقة لنا بما وقع. يقول الشعار الرسمي للمسيرة أنا شارلي، في إشارة إلى المجلة التي استهدفت، لكن ثمة شعارات أخرى مختلفة. هنا أقلام من أجل الحرية، وهنا دعوة للتعايش في جمهورية تسع جميع أبنائها بمختلف أعراقهم وأديانهم. أعتبر أن المسلمين أيضا يتعرضون للهجوم مثلهم مثل اليهود، ونحن